بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا، لعلكم بخير إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنستعرض وإياكم الفيديو الجديد، وهنتناول فيه استكمال عرض وشرح أجزاء الكلام اللي اتكلمنا عنها في بداية الفيديوهات، Parts of Speech، من الكورس الصيفي بتاعنا في الكامل في قواعد اللغة الإنجليزية. بعد ما تكلمنا عن بعض الأجزاء، النهاردة هنتكلم عن جزء مهم جدا في تكوين اللغة الإنجليزية، وأيضا ليه مقابل في اللغات الأخرى. زي ما احنا وانتو حضراتكم شايفين، هنتكلم عن adverbs. adverbs اللي هو الحال أو الظروف، وعندنا حوالي 5 أنواع من الظروف هنتكلم عنهم إن شاء الله بالتفصيل، وعايزكم تخلوا بالكم من استخدام هذه الكلمات، لأن كل ظرف من هذه الظروف له استخدام مختلف عن الآخر، ويعبر عن هدف معين أو يعبر عن استخدام يختلف عن الآخر. يلا بينا إن شاء الله نستعرض هذه الظروف 5 ونشوف استخدام كل واحدة منهم. أول ظرف عندنا زي ما حضراتكم شايفين adverbs of time. Adverbs of time زي ما احنا شايفين يبقى الحال ده أو الظرف ده بيتكلم عن الوقت. بعد كده عندنا Adverbs of manner بيتكلم عن الطريقة أو الوسيلة اللي بيقام بها الفعل أو بيحدث بها الفعل. Adverbs of degree اللي هي درجة حدوث هذا الفعل. Adverbs of place مكان وقوع هذا الحدث. آخر حاجة Adverbs of frequency اللي هو تكرار الحدث. يبقى ده باختصار شديد تعريفات الظروف 5 اللي هنتكلم عنهم إن شاء الله. يبقى أول واحد adverbs of time، adverbs of manner، adverbs of degree، adverbs of place، adverbs of frequency. يلا بينا نتعرف على كل واحد من دول، ولكن عايزين نتعرف الأول على definition، تعريف ما هو الحال أو ما هو الظرف. What is the definition of the adverb؟ يلا بينا نشوف التعريف مع بعض. Adverbs هو بيقول لي إيه هو adverbs؟ بكل بساطة ركزوا كده معاي، بيقول لي إيه؟ Adverbs، an adverb is a part of speech. ده جزء من أجزاء الكلام التمانة اللي احنا اتكلمنا عنهم في بداية الفيديوهات وبداية الكورس الصيفي بتاعنا. طب ايه هو الادفيربز؟ وظيفته ايه؟ زي ما احنا اتكلمنا قبل كده قلنا الفعل ليه وظيفه، والادجكتيف ليها وظيفه، والبروناون هنتكلم عنه ان شاء الله ليه وظيفه. طب وظيفه الادفيرب ايه او الحال؟ خلي بالك ادفيربز ديسكرايبز برضه بيصف، بس يصف ايه؟ ا فيرب يصف فعل، انذر ادفيرب او حال زيه تاني، اور ان ادجكتيف. احنا خدنا قبل كده الصفة تصف مين؟ الاسم. يبقى احنا قلنا الادجكتيف describes a noun، ولكن هنا الادفيرب describes مين؟ يا اما ادجكتيف يا اما فيرب يا اما ادفيرب زيه. وباختصار شديد عشان نتكلم عن الخمس انواع من الظروف، يبقى كل ظرف عشان نتكلم عنه بيجاوب سؤال من الاسئلة دي، يا اما how كيف، بيتكلم يبقى عن ايه؟ adverbs of manner، عن الطريقة اللي بيؤدى بها الفعل. where اللي هي اين، يبقى يتكلم عن adverbs of place، عن المكان الذي يقع فيه الحدث. when متى، يبقى بيتكلم عن adverbs of time، عن وقت حدوث الايه الفعل او الزمن. how much بيتكلم عن الكمية، how much يبقى بيتكلم هنا عن ايه؟ عن degree، درجة حدوث الايه الفعل. آخر حاجة how often أو how often بيتكلم عن frequency، يعني عدد تكرار الفعل كم مرة بيحدث، and so on. يبقى هنا عندنا 5 أسئلة بيجاوبوا على 5 أنواع من الايه الحال أو الادفيربز. يلا نتكلم مع بعض بالتفصيل عن هذه الأنواع المختلفة. أول حاجة adverbs of time، يا ترى وظيفته إيه adverbs of time؟ بيقول لي provide information، يعني بيوفر لي information، معلومات about the time، عن الوقت. يبقى هنا adverbs of time
هو ظرف وظيفته ان هو بيمديلي بمعلومات عن وقت ايه the verb takes place، عن متى حدث الفعل، امبارح، yesterday، السنه الماضيه، امتى بالظبط. يبقى هنا adverbs of time بيحدد لي وقت حدوث الايه الفعل. هنا كلمه time مهمه، يبقى adverbs of time بتحدد لي ايه التايم. يبقى هنا الظروف الداله على الزمان هي الظروف التي يتم السؤال عنها باستخدام أداة الاستفهام when اللي هي متى. طيب إيه هي أنواع الظروف اللي بتستخدم for the time؟ عندي زي كلمة now الآن، yesterday بالأمس، tomorrow غدا، later مؤخرا، yet حتى الآن، already بالفعل، today اليوم، last month الشهر الماضي أو last year السنة الماضية، soon حالا. يبقى كل الكلمات دي تعبر عن إيه؟ adverbs of time، تستخدم عشان تقول لنا اللي الفعل إمتى حدث. أوكي ناخد مثال example كده. I went to Greece last summer، يعني أنا ذهبت إلى اليونان الصيف الماضي. لو جينا نسأل السؤال يبقى إيه السؤال اللي بتجاوب عليه بالإجابة دي اللي هي when. يبقى when did you go to Greece؟ when did you go؟ يبقى استخدمنا أداة الاستفهام when عشان نجاوب على السؤال ده ونبين إيه إمتى حدث الفعل. I went to Greece last summer. ناخد مثال تاني. Fetch a doctor immediately، يعني أحضر الدكتور في الحال. يبقى إمتى عايزني أحضر الدكتور؟ when. يبقى الإجابة fetch a doctor immediately. يبقى ده adverbs of time وده الاستخدام ودي الكلمات الدالة عليه أو اللي بنستخدمها. نشوف بعد كده adverbs of manner، وهي الطريقة التي يؤدى بها الفعل. هنا التعريف provide information about how a verb is done، كيف الفعل. يبقى هنا أداة الاستفهام how هي اللي بنسأل بها عن كيفية أداء الفعل. How a verb is done، كيف يؤدى أو كيف إزاي بيتعمل إيه الفعل. يبقى هنا الظروف الدالة على الحال هي الظروف التي يتم السؤال عنها باستخدام أداة الاستفهام how. زي إيه مثلا؟ عندي كلمة مثلا كيف أديت هذا العمل أو كيف قضيت أجازة نص السنة، بنجاوب عليها beautifully أو happily أو peacefully، slowly، quietly، easily، cheerfully، loudly، secretly. كل الكلمات دي زي beautifully بشكل جميل أو happily بشكل سعيد، peacefully بسلام أو بإيه بهدوء، slowly ببطء. كل الصفات زي ما أنتم شايفينها غالبا ما تنتهي بالY. دول الصفات اللي تؤدي معنى إيه adverbs of manner. ناخد مثال عليها. For example she talks wisely، هي تتكلم بحكمة. يبقى هنا بقول لك إيه how does she speak. how يبقى سألت السؤال بهاو. how does she speak، هي بتتكلم إزاي. بنقول she speaks wisely، هي تتكلم بإيه بحكمة. he drives slowly، how does he drive، كيف هو يقود سيارته، هو يقود سيارته بإيه ببطء. He drives slowly. يبقى كل الصفات أغلبها المنتهية بالY بتؤدي معنى إيه؟ adverbs of manner. نكمل مع بعض. بعد كده adverbs of degree اللي بتوريني كثافة أو شدة أو قوة أداء الفعل. زي ما هناخد في التعريف أهو. Describe the level. level اللي هو مستوى or intensity، شدة أو قوة a verb أو adjective or another adverb. تمام. يبقى هنا بالadverbs of degree بتوريني مدى قوة أداء الفعل نفسه. ما هنا التعريف، هي هذه الأحوال تخبرنا عن الدرجة أو مدى الذي يحدث به شيء ما، ونجيب على هذه الظروف على السؤال بإيه how much، يعني ما مقدار أو إلى أي درجة. وهذا النوع من الأحوال يصف الأفعال أو صفات أو الأحوال الأخرى زي ما تكلمنا في بداية الفيديو عن تعريف الايه الحال. طيب زي ايه مثلا؟ quite، almost، quite الى حد ما يعني، almost تقريبا، barely بالكاد، very، completely، just، absolutely، fully
هاردلي. دي كل الكلمات اللي هي بنجاوب بيها وبنستخدمها عشان نبين بنقول ايه. How is the level of the verb؟ يعني كي مدى مقدار أو مستوى أداء الفعل. عندي for example ناخد مثال أهو. She entirely agrees with him. يعني هي تتفق معه تماما. كلمة entirely هنا دي adverb. Adverbs of degree بيوريني level مستوى مستوى التوافق معه أو قوة التوافق معه. But she entirely agrees. يبقى هنا entirely agrees هنا entirely adverb بتوصف مين agree اللي هو ايه الفعل. يعني هي تتفق تماما. هنا وراني ايه the level of agreement. مثال تاني Nancy is very beautiful. ما هيش beautiful بس. لا the very. يعني level عالي جدا من ايه من الجمال. Very beautiful. The adverbs of degree. وزي ما تلاحظوا انه احنا غالبا ما بيكون ايه الـ adverbs of degree دي بتنتهي بايه باللي واي زي ما احنا شايفين يعني. طيب بعد كده adverbs of place اللي هي بتدل على المكان اللي احنا بنسال بيها باستخدام ايه where اين. يبقى tell us where the verb is taking place. اين يحدث الايه الفعل يعني فين المكان بتاعه. وبهذا النوع من الأحوال في اللغة الإنجليزية يخبرنا عن مكان حدوث شيء ما. هذا الحال يجيب على السؤال بإيه أين اللي هي وير. وهذا الأحوال خاص طبعا بالأفعال أيضا بشكل أساسي مش بالصفات ولا بالإيه بالأدفيرب الثانية اللي هو خاص بالأفعال إحنا بنسأل فيها. نأخذ أمثلة مثلا away بعيدا يعني outside بالخارج in front inside over under here there upstairs towards. دي اللي هي بنستخدمها عن الأماكن. ناخد مثال please sit here يعني بقول له من فضلك اجلس هنا. يبقى هنا يبقى sit فين sit فين يجلس فين here. يبقى here the adverb of place ظرف للايه للمكان. they looked everywhere هم ايه نظروا في كل مكان. they looked everywhere. everywhere ده adverb ظرف يدل على ايه المكان. لو احنا سألنا السؤال بنقول ايه مثلا where did they look where did they look. تمام ده الإجابة بتاعته بالسؤال where. اخر حاجة عندنا adverbs of frequency اللي هي عدد تكرار الحدث او الفعل كم مرة. تمام يعني مثلا بنقول ايه often غالبا always دائما sometimes احيانا. يبقى ده التعريف بتاعه. Tell us how often or how often something occurs. ممكن نقول often أو often يعني بالمناسبة. Tell us how often something occurs. كم عدد المرات اللي بيحدث فيها الفعل. بنستخدم ظروف التكرار مثل كلمة أحيانا أو عادة لتوضيح عدد مرات التي نقوم فيها بالأشياء أو عدد مرات حدوث الأشياء. زي إيه؟ Always, usually, normally, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. دي هي الكلمات اللي تدل على adverbs of frequency. ناخد مثال I never swim in the sea. never يعني ابدا مطلقا يعني كم مره يعني ولا مره. I never swim in the sea. انا عمري ما سبحت في البحر. عندي مثال تاني I often surf the internet. أنا يعني غالباً ما إيه أتصفح الإنترنت. تمام؟ بس في ملحوظة عايزين نقولها. إيه هي الملحوظة؟ إنه adverbs of frequency وهنتكلم عنها إن شاء الله في فيديو لوحدي. إن إحنا بنتكلم هنا بنقول إنه إيه في منه نوعين. في definite محدد وفي indefinite غير محدد. ده بالنسبة adverbs of frequency. يبقى هنا احنا غطينا الأحوال اللي اتكلمنا عنهم واحنا قلنا التعريف بتاعه وقلنا عددهم كام والاستخدامات. طبعا 5 adverbs وكل واحد بيستخدم بطريقة مختلفة وبيجاوب على سؤال مختلف عن الآخر. شكرا لحضراتكم وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. حتى نلتقي في الفيديو الجاي إن شاء الله ونتكلم عنه عن الضمائر بإذن الله. Thank you so much. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.